موهبتي هي لعبة الشطرنج، وبديت اللعبة من يوم كان عمري 5 سنوات. شاركت في بطولات داخل البحرين وخارجها، وحتى مع ظروف صحية حاليا في منظمات يسوون بطولات أونلاين على مواقع الشطرنج. في بطولة شاركت فيها وهي البطولة العربية للشطرنج النسائية اللي نظمها الاتحاد اللبناني للشطرنج، والحمد لله فزت بالمركز الأول من بين 50 لاعبة من مختلف الدول العربية. طبعا أهدي هذا الفوز إلى كل من ساندني وشجعني من الوزارة ومدرستي، وطبعا أصدقائي وعائلتي. وأخيرا أهدي هذا الفوز إلى البحرين وشعبها، وخصوصا النساء.